طابت صباحاتكم اينما كنتم مشاهدين الكرام، وهذه المره لن نذهب بعيدا عن التقرير الماضي، وانما سننتقل بكم الان للحديث حول العنايه بالنباتات المنزليه لا سيما في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحراره. التفاصيل وغيرها سنقترب منها اكثر واكثر بوجود الاستاذه ساميه بنت سيف الرحبيه، مدربه تشجير وتنسيق حدائق. يا مرحبا وسهلا استاذه ساميه. اهلا وسهلا، واحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. صباح الخير. صباح الخير، صباحكم بركة وتوفيق من الله تعالى إن شاء الله. آمين إن شاء الله. أهلا وسهلا بك يا أستاذة. أهلا وسهلا. يمكن بعض الأشخاص المهتمين بالزراعة يعمل دائما خطة لزراعة النباتات في المنزل، ونحن نعرف أن فصل الصيف وبعض النباتات قد تتأثر مع ارتفاع درجات الحرارة. خلينا في البداية نعرف المشاهد الكريم عن أنواع النباتات المنزلية المناسبة واللي ممكن نحن نزرعها في فصل الصيف بالتحديد. إن شاء الله. طبعا لما نتكلم عن النباتات فإحنا نتكلم عن حياة، حياة رائعة جميلة تضفي على حياتنا حياة. فسبحان الله، يعني ربنا خلق هذا الجمال وخلق فينا حب الاعتناء فيه. فإذا نتكلم عن أنواع النباتات فأنواع النباتات كثيرة، نبدأ بتقسيمها إلى قسمين، نباتات داخلية طبعا اللي هي نباتات الظل، وعندنا النباتات الخارجية وأيضا تنقسم إلى أقسام. فإذا تكلمنا عن فترة الصيف بالنسبة لنباتات الظل ما نختلف عن فترة الشتاء. ليش؟ لأن نحن نكون بيئة معينة لهذا النوع من النباتات داخل بيوتنا، فالبيئة ما تختلف كثير لأنها ما تتعرض لدرجات الحرارة الخارجية، فبإمكاننا زراعة نفس الأنواع تقريبا على مدار السنة. طبعا أنواع النباتات الداخلية كثيرة، عندنا نبات البوتس اللي يسمى أيضا نبات الماني بلانت. طبعا كلمة ماني بلانت تجي من أن بعض الناس تتفائل فيه بأنه يقلب الخير والبركة وكذا. عندنا أيضا نبات الدارسينيا من النباتات الجميلة، أيضا ممكن زراعتها داخل البيوت. عندنا نبات جلد الأفعى أو جلد النمر، ممكن أيضا يسمى بشكل ألطف، أيضا من النباتات الجميلة وتسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو خلال فترة الليل خصوصا، فهي مناسبة أيضا للغرف. وهذه كلها موجودة في السوق أساسا؟ كلها موجودة. وعندنا نبات البوتس أيضا، عندنا زنبقة السلام أو نبات الشراع الأبيض، كلها من النباتات الجميلة اللي ممكن اقتنائها داخل البيوت ولكن لها عناية خاصة فيها نتطرق بإذن الله تعالى. كل نبات ربما له احتياجاته الخاصة طبعا، حتى لو كانت نباتات ظل. أكيد نباتات الظل لها تربة خاصة معينة يجب خلطها بموازين معينة وكميات معينة. كمية الري أيضا تختلف عن النباتات الخارجية كونها أنها ما تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، فكمية التبخر تكون قليلة جدا، لذلك لازم نتأكد أن نحن نعطيها الكمية الكافية بدون مبالغة لأن كثرة الري تأذيها. إذا تكلمنا عن النوع الآخر من النباتات اللي ممكن زراعتها في فترة الصيف الخارجية، نباتات الخارجية كثيرة ممكن تقسيمها إلى نباتات ظل، نباتات مزهرة، نباتات مثمرة ونباتات القصيرة. فكل هذه النباتات ممكن زراعتها في فصل الصيف تزيين الحدائق بها. يمكن بعض الناس في فترة الشتاء يستمتعوا بمناظر خلابة من الزهور والورود الملونة وغيرها، بس أنا أقولكم ما زلنا نحن قادرين على الاستمتاع بهذه المناظر حتى في فصل الصيف، لأن عندنا مجموعة واسعة من الزهور الجميلة اللي ممكن زراعتها في فصل الصيف. عندنا الياسمين اللي يجود في فترة الصيف بشكل رائع، عندنا أيضا الياسمين الهندي أو الرانجون كريبر يسمى أيضا، من النباتات المزهرة المتسلقة الفواحة، فواحة بمعنى الكلمة، يعني تعطي روائح جدا رائعة، جميل زراعتها على مداخل المنزل لأنها تعطي منظر وفي نفس الوقت رائحة جميلة. أتوقع تلطف أساسا، تلطف فعلا الجو لأن الرطوبة اللي تطلع من الأوراق ومن النباتات دائما تعطي جو لطيف في البيت، على مدخل البيت، على جوانب البيت، الممرات. أيضا عندنا الديزرت روز، أيضا من الزهور الجميلة اللي ممكن زراعتها طول السنة وموجودة في فصل الصيف. وأيضا عندنا الوينكا، وهي أيضا تتميز بوجود ألوان لا نهائية متعددة
كثيرة، منها الخليط ومنها اللون السادة ومنها ألوان كثيرة جميلة، فممكن أيضا نزين بها حدائق البيت. لا ننسى أيضا زهور الجهنمية اللي ممكن زراعتها أيضا كسياج رائع للبيوت وتعطينا ألوان مختلفة، وممكن زراعتها بباقات ملونة في نفس البوت أو في نفس الإناء أو في نفس التربة. خاصة اللي تحمل اللون الناري هذه ولا ما هي تسمى الجهنمية لكثرة الشوك اللي فيها. بس هي تحمل ألوان كثيرة ومتعددة، وممكن زراعتها على شكل سياج. وعلى فكرة الجهنمية من النباتات اللي كل مرة تعطشها أكثر تزهر أكثر. بالإضافة إلى طبعا عندنا النباتات المثمرة، فترة الصيف طبعا تجود عندنا النخلة الرائعة اللي تجود بالرطب، تحتاج إلى درجات حرارة عالية. عندنا الثمار الاستوائية مثل الفافاي، القوافة، الفرصاد اللي هو التوت، قبل شوية تكلمنا عن فوائده. عندنا أيضا الموز، العنب، التين، عندنا الشمام، البطيخ، وأنواع أخرى من الخضروات بما فيها الخيار. وطبعا بما أن احنا الحين نستخدم المحميات الزراعية أو البيوت المحمية، بإمكاننا أن نزرع بعض أنواع الخضروات اللي كان استحالة زراعتها في فترة الصيف، ولكن بسبب وجود المحميات الزراعية صرنا نقدر أن نزرع مجموعة من الخضروات. أعتقد صار الموضوع الآن جدا سهل في زراعة النباتات، يعني حاليا كل شيء موجود ومتوفر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب، في الكثير من الحسابات المهتمة في مجال زراعة النباتات ممكن تساعدكم في اختيار النباتات المناسبة لزراعتها الآن في فترة الصيف. طيب أستاذة، نحن تكلمنا عن العناية الصيفية لهذه النباتات الخارجية، نباتات الخارجية، ولكن أكيد هناك في عناية خاصة للنباتات الداخلية داخل المنزل. كيف تكون بالضبط؟ طبعا لما نتكلم عن النباتات الداخلية، نحن أطلقنا عليها مسمى النباتات الداخلية، ولكن في الأساس النباتات الداخلية هي تسمى النباتات الظل، نباتات الظل وليست النباتات الداخلية، لأن هي أساسا جاءت من بيئة خارجية ولكن مظللة بأشجار الغابات. يعني أساسا هي جاءت من الغابات، قلبناها نحن إلى منازلنا، أعطيناها نوع من التكيف داخل المنزل. طبعا في حتى إضاءات معينة تحتاجها هذه النباتات، فوفرناها على أساس أنها تنمو بأريحية. طبعا تبقى النباتات الداخلية نباتات لها حاجاتها الخاصة فيها. نبدأ أول شيء بالتربة. التربة طبعا مستحيل أن أزرع نبتة داخلية بنفس التربة اللي أزرع فيها النباتات الخارجية، تختلف تماما. عندي موازين معينة بكميات معينة أقيس بها التربة حتى أحصل على تربة خفيفة جيدة الصرف، جيدة التهوية، حنونة على جذور النبتة الداخلية. ومن الأشياء اللي ممكن خلطها في تربة النباتات الداخلية عندي البيتموس، الكومبوست، البرلايت. هذه الثلاث المواد الأساسية دائما دائما تستخدم في زراعة النباتات الداخلية، كونها أنها خفيفة جدا. والبيتموس أساسا يقلب من أرضية الغابات، يعني من نفس موطنها، من نفس موطن هذا النوع من النباتات. فأنا لازم أوفر تربة مناسبة على أساس أني أضمن أن نباتات تدوم معي لفترة أطول. هذا بالنسبة للتربة. إذا انتقلنا لمسألة الري، هنا يجب أن أكون حذرة جدا في سالفة الري. معظم الأسئلة اللي توصلني عن سبب موت النباتات يكون السبب الرئيسي كثرة الري. فلا إفراط ولا تفريط. كثرة الاهتمام قد تقتل النبات مثل كثرة الإهمال، فيجب الاهتمام بكمية الماء المناسبة، التأكد بقص حتى بوضع الإصبع في التربة لمسافة معينة بحجم عقلة الإصبع للتأكد من عمق التربة إنها غير رطبة. إذا كانت رطبة جدا يفضل عدم ريها. يعني أحيانا نشوف التربة من الأعلى ناشفة، بس التربة داخل الجذور تكون متشبعة بالمياه، فبالتالي تؤثر سلبا على النبتة وممكن تقضي على حياة النبتة. إذا الري مهم جدا. أيضا عملية التسميد، يمكن نحن نقول نباتات صغيرة وما تحتاج إلى تسميد وغيرها، لا بالعكس،
النباتات الداخلية أيضا تحتاج إلى تسميد، ولكن ليس بنفس الكمية وليس بنفس النوعية. هناك أنواع معينة تحتاج إلى الحديد على سبيل المثال، محبة للحديد، فيجب إعطائها مادة الحديد أو عنصر الحديد بين فترة وفترة. هناك أيضا عندنا سماد يسمى الـMBK، ممكن استخدامه، يحتوي على النيتروجين والفسفور ومواد أخرى. يجب أن نقوم بتسميد النباتات به ولكن بكميات قليلة جدا. حلو. ويفضل خلطة مع الماء على أساس أن نسهل على النبتة. جميل. امتصاصه، بالإضافة أيضا إلى المحافظة على نظافة النبتة من الغبار، لأن كمية الغبار الموجودة على أوراق النباتات تحجب ما يقارب 30% من الإضاءة اللي تحتاجها النبتة في النمو. هذا بالنسبة للنباتات الداخلية. نعم. جميل. الكل يتمنى حقيقة أنه يتزين فناء بيته بهذه النباتات. أكيد. سواء كانت الداخلية أو أيضا الخارجية. ولكن فعلا. وكونك أيضا مدربة تشجير وتنسيق أيضا حدائق. نعم. أبرز التصرفات أو الأخطاء اللي للأسف يقع فيها الأفراد عند رغبتهم في أن يكون هناك نباتات سواء داخلية أو خارجية. بالفعل أحيانا الإنسان يخطئ في الاعتناء بالنبتة ولكن جهلا منه، يعني ما شرط أنه يكون عارف أساسيات الاعتناء بالنبات فيقتني نباتات بدون معرفة أساسية النبتة. أنا عندي نصيحة دائما أن لما أريد أشتري نبتة معينة أو أقتني نبتة معينة أو أعتني بنبتة معينة أخذ خلفية كاملة عن نوعية النبتة، المواد اللي مفروض استخدمها في التسميد، مواعيد تسميدها، كمية الماء اللي تحتاجها، نوعية التربة اللي تحتاجها وغيرها، أو موقع النبتة أيضا، وحجم الأصيص اللي أنا أزرع فيه أو الإناء الزراعي اللي أزرع فيه، لأن بعض أنواع النباتات تكبر وتوصل لحجم معين في فترة قصيرة، أنا أقوم بزراعتها أو حشرها في أواني صغيرة. الجذور بعد فترة من الفترات تبدأ بالتضاعف، لا تجد المساحة الكافية للنمو بشكل مريح وامتصاص المواد الغذائية بشكل مريح، فيعيق نموها، تبدأ تتبهدل النبتة، يكون الشخص ما فاهم ويش الأسباب. فهذه أحد الأخطاء. الأواني، دائما نختار الأواني المناسبة للحجم المناسب من النباتات. كمية الري أعيد عليها للمرة الثانية، لأن فعلا بعض الناس يفكروا أن زيادة الري هي زيادة اهتمام والنبتة راح تعطيني أكثر أوراق وأغصان وغيرها، بس هذا غلط. صحيح. يجب أن أقوم بري النبتة بشكل يكفيها لفترة معينة وبعدين أستمر بريها في نفس التوقيت وعلى شكل مستمر بدون طبعا لا إفراط ولا تفريط، يعني لا أعطش النبتة ولا أسقيها زيادة عن اللزوم. أيضا أنوه على الأصايص أو الأواني الزراعية، لابد من وجود ثقوب لتصريف الماء الزائد فيها. جميل. هذه نقطة جدا مهمة. جميل. ويجب التأكد. جميل. منها. شكرا لك على كل هذه النصائح لكم. اللي قدمتيها لنا الأستاذة سامية بن سيف الرحبية، مدربة تشجير وتنسيق حدائق. شكرا لك على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. شكرا جزيلا. شكرا. سعدت بلقائكم. إذا مشاهدينا الأحبة، هذه كانت كل مساحاتنا ومتابعتنا لهذا اليوم. هكذا نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا، ملتقانا بإذن الله سيتجدد غدا. نتمنى لكم دائما نهار سعيد وجميل بإذن الله. إذا كل الأوقات الهانئة والسعيدة أرجوها لي، لحوراء، سامية، لطاقم العمل، ولكم أنتم مشاهدينا الكرام. نلتقيكم في الغد، كونوا بخير وفي أمان الله.